هل أباد الرب القينيين؟ طبعا هما مين القينيين دول اللي سمع عنهم؟ بنكمل مع بعض السلسلة بتاعتنا في الرد على حروب العهد القديم، أو ادعاء القسوة في العهد القديم، أو اللي بيدعوا أن ربنا قاسي جدا ودموي وسافك دماء في العهد القديم، أو غير حيادي ومتحيز لشعب إسرائيل، والتعبيرات كتيرة قوي قوي اللي بتسمعوها في هذا الأمر. اتكلمت على حاجات كتيرة في الأجزاء اللي فاتت، وإحنا دلوقتي تقريبا في الجزء العاشر في السلسلة بتاعتنا في الرد على حروب العهد القديم أو ادعاء القسوة. يمكن النهاردة هيوضح لنا زاوية أخرى مهمة قوي قوي. الموضوع ده لوحده قد يكون كاف إن هو يدي مثال واضح على الرد على ادعاء القسوة في العهد القديم. إلهنا ليس قاسي، ولا إله دموي، ولا إله حروب، ولا الكلام ده كله. فلا الإخوة المسلمين اللي يدعوا إنه زي رسولهم ما قام بغزوات وسفك دم كتير وأسخن في الأرض، ده زيه زي العهد القديم، لا ليسوا زي بعض على الإطلاق. ولا الملحدين اللي يدعوا بيه إن ده دليل على لو هذا الإله موجود يبقى إله قاسي، لا برضو كلامهم خطأ. هعرض لكم شبهة بسيطة، ولكن الشبهة أنا بس بستغلها في عرض موضوع مهم يحمل أبعاد أخرى مش بس مستوى الشبهة. البعض بيقولوا إنه ربنا قال من ضمن الشعوب اللي هيبيدها هو شعب القينيين، وفعلا شعب القينيين واحد من الشعوب العشر المذكورين في تكوين 15. ولكن يقولوا لكن بعد كده نلاقي شعب القينيين موجودين وسط شعب إسرائيل، فهل ربنا أباد القينيين ولا ما أبادهمش؟ هو الحقيقة الخطأ في تعبير الإبادة. ربنا ما قالش حبيد على فكرة. خلينا ندرس مع بعض الموضوع ده، ويمكن التعبير ده يعني يخض البعض أو يستغربوا لما بقول إن ربنا ما قالش إن هو هيبيد. شعب القنيين يوضح لنا موقف مهم جدا، ان ربنا ما حاربش للحرب وما قتلش حد لهدف القتل وسفك الدماء، بل ربنا لم يكن هدفه اصلا قتل واحد. يعني ايه؟ شعب القنيين هو واحد من العشر شعوب اللي ربنا ذكرها اللي جاءت الارض بعد ما ربنا وعد ابراهيم وعده الاولاني لما كان لسه في ما بين النهرين، ودي اللي اتكلمت عنها قبل كده وقدمتها بتسلسل تاريخي من زمن ما بعد الطوفان وحادثة بلبلة الألسن، وإبراهيم جه إمتى بعد حادثة بلبلة الألسن، وساعتها أرض الموعد لإبراهيم لما كان في أرام النهرين أو ما بين النهرين، هل الأرض دي كانت مسكونة ولا فاضية؟ لو تفتكروا حضراتكم لما ربنا صدر أول مرة منه إن ده وعد لإبراهيم، وكان ساكن في هذه الأرض جد إبراهيم سام، وهذه الأرض وضع ربنا اسمه عليها قبل ما يأتي ويسكن هذه الشعوب. إزاي إن هي كانت أعطاها ربنا ملك لإبراهيم، هي كانت فاضية مش ملك لحد تاني. واتكلمت على المهاجرين، واتكلمت على التعبيرات العبرية القديمة اللي توضح إن ربنا لم يظلم أحد، وضربت المثال بتاع إنه لو أنا رحت اشتريت أرض فاضية من حكومة والحكومة ادت لي حق الامتلاك، ولكن انا ما كنتش فاضي امتلكها مباشرة، خد امتلاكها وقت طويل، واثناء لغاية ما جيت امتلكها كان في بعض الناس بربر او غيره جم قعدوا فيها وحبوا ياخدوها بوضع اليد، هل حد يتهم الحكومة ان هي ظالمة لو قررت تطرد الناس دول، والناس اللي ابتدت ترفع سلاح وتضرب في الحكومة، الحكومة بدأت تقاتلهم وتطردهم؟ اعتقد حاليا يقال عنها عدل. ليه يتهم ربنا بالظلم؟ يا إما الحكومة ترجع عن كلامها وتبقى حكومة، آسف في التعبير، ملهاش كلمة، ملهاش عقد، عقودها لا تحترم، لأنها مضت عقد الإنسان بعت له أرض فاضية، ولما جه يمتلكها بعد فترة زمنية 40 سنة كانت جم ناس حطوا وضعوا يدهم عليها، فالحكومة معرفتش تعمل حاجة، دي بقى حكومة ضعيفة. صح؟ الله ليس ضعيف، الله لا يرجع عن وعوده. وعد إبراهيم بأرض فاضية، الناس اللي جات بعدها تبتدي تتسلسل وتهاجر إليها وتريد أن تمتلكها، ربنا بعد كده بدأ يطردهم وليس يبدهم. وهندرس الموضوع ده مع بعض. الله لم يقل أنه سيبيد هؤلاء الشعوب العشرة. الله قال إن خطيتهم لم تكتمل، ومتى اكتملت خطيتهم هيطردهم.
لأن دي الأرض مش أرضهم، لأن الأرض دي ربنا وعد أنه هيعطيها لإبراهيم ونسله، أبناء إبراهيم اللي هم من أبناء إسحاق اللي هم من أبناء يعقوب، لأن ربنا وعد بيها لإبراهيم ونسله قبل أن تسكن هذه الشعوب المهاجرة معايا. وزي ما قلت لحضراتكم في هذه الأجزاء السابقة، وطبعا مش هعيد كل اللي أنا قلته قبل كده في 9 يعني محاضرات في هذا الأمر، أنا بكمل على أنا قلته قبل كده، فلو في واحد حاسس إن في حاجة missing him والموضوع مش مكتمل يقدر يرجع للحاجات اللي قلتها سابقا في حروب العهد القديم. أوكي؟ شعب القنيين كانوا فعلا واحد من هذه الشعوب المهاجرة اللي جت وبدأت تسكن الأرض وتنمو فيها بعد ما كان ربنا وعد إبراهيم في أول مرة. ولما ربنا كرر وعده لإبراهيم وهو في حاران بعد ذلك، ثم لما كان وصل أرض الموعد بعد ذلك، كان هم فعلا أتوا سكنوا فيها وربنا لا يرجع عن وعوده، دول كان شعب من هذه الشعوب. ففعلا القينيين في تكوين 15 19 واحد من العشرة، والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين. الوعد هنا أن الأرض دي لنسل إبراهيم، ولكن الوعد ليس بالإبادة، ده وعد بالطرد، لأن ربنا حتى لما يتكرر الكلام مش بس في أيام إبراهيم كان لسه في أرام النهرين، لكن بعد ذلك لما ذهب لحاران زي ما يقولنا في تكوين 12 ربنا قال له لنسلك أعطي هذه الأرض، وبرضه تكرر هذا الأمر في تكوين 13 بعد أن اعتزل عنه لوط، قال له انظر الموضع اللي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى انت شايف لسه بدأت ناس تهاجر للأرض دي، لكن لسه أنا عندي كلامي، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد، قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. الوعد أن الأرض دي هتكون لإبراهيم بأي وسيلة كانت، أول مرة قبل ما يخرج من أرام النهرين زي ما نشوف في أعمال الرسل 7 كانت الأرض دي لسه خالية، وكرروا أكتر من مرة مع استمرار محاولة الشعوب دي هي تاخد الأرض دي بوضع عليها الشعوب المهاجرة دي. طب نشوف ربنا قال إيه في تكوين 15. فقال لإبرام، ربنا بيقول لإبرام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم اللي هم في أرض مصر، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيرة، وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. يعني ربنا عارف أنه هيأتي في وقت هيعاقب الأموريين بشدة، والأموريين واحد من أصعب أو من أشر الشعوب الكنعانية. ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإست النور دخل ومصباح نار يجوز بين تلك القطعة، في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وعرفنا نهر مصر زي ما درسنا قبل كده في مرة من المرات إن هو كان يسير في سيناء. فالأرض وضح له إن هي النسل إبراهيم، لكن لما يقول هذه الشعوب كان عقابهم إيه، ربنا وضح إن العقاب هو إيه، عقاب طرد بسبب خطاياهم، تلفظهم الأرض، تطردهم الأرض وليس تقتلهم. طيب اللي هيرفض بعد مرة واثنين وثلاثة ويعاند، بل مش هيكتفي بذلك، هيبتدي حارب شعب إسرائيل ويرفع عليهم السلاح عشان يقتلهم، هيكون الحل إيه؟ إن شعب إسرائيل يحاربوه حتى لو اتقتل. طب دليلي يقول في لاويين 18:25 فتنجست الأرض فأجتزئ ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها، تطردهم من عليها. يقول لأن جميع هذه الرجسات عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض، فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب اللي قبلكم، رمتهم من عليها. ربنا قال العقاب للشعوب دي بسبب كثرة خطيتهم، مش بس ان هم امتلكوا ارض مش ارضهم، ولكن الاهم من ذلك ان هم عملوا خطايا شريره ونجسوا الارض، ان الارض طردتهم. فالعقاب كان ايه؟
الطرد. الأرض ربنا بنفسه قام بدور هام في إنذارهم ليتركوا الأرض، أول حاجة عن طريق الضربات في مصر، وإعلام واضح جدا إن الأرض دي لشعب إسرائيل اللي بدأ ربنا يعمل لهم ضربات عشان يخرجهم من أرض مصر. وفي المقابل الهدف الثاني للضربات يتمجد رب في عين المصريين. الهدف الثالث لهذه الضربات إن الشعوب اللي جت تستولي على الأرض دي وابتدت تزيد خطيتها يسيبوا الأرض بسلام ويتركوا الأرض دي، لأن الأرض دي اسمها أرض العبرانيين مش أرضهم. عشان كده يقول في سفر خروج 15: يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. ربنا بيقول أنا الضربات اللي هعملها في أرض مصر عشان أخرج شعب إسرائيل وأتمجد في عين المصريين وبقية الشعوب يخافوا لما يسمعوا الضربات دي فيسيبوا لكم الأرض بتاعتكم. إذن ربنا في العهد القديم وضح أنه مش هيرجع عن وعوده، هو وعد إبراهيم مش هيرجع في كلامه. حتى لو الشيطان أغوى البعض أنه هو يجي يستلم الأرض بوضع اليد، ربنا مش هيرجع في وعده. وأول إنذار أن هم من يمشوا من الأرض كان عن طريق الضربات في أرض مصر، زي بالظبط المثال اللي قلت لحضراتكم بتاع الحكومة. الحكومة ما راحتش قتلت الناس اللي جم ياخدوا الأرض بوضع اليد مباشرة، لكن أول حاجة عملتها لهم إيه؟ بعتت لهم جواب إنذار تذكرهم باللي تقدر تعمله الحكومة. ده أول حاجة، لو ناس محترمين ويعرفوا إن الحكومة دي قوية أول ما يستلموا جواب الإنذار يمشوا على طول. لكن لو ناس أشرار قطاع طرق ما بيخافوش من الحكومة، ولو شافوا عسكري بيحاولوا يقتلوه أو جند أو ضابط، ساعتها يستحقوا إن الدولة دي تحاربهم. يقول: حينئذ يندهش أمراء أدوم أقوياء مؤاب، تأخذهم الرجفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعبة بعظمة ذراعك، يصمتون كالحجر الذي يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. المكان ربنا صنعه وعارف ان هو بيعمله لإبراهيم والنسله قبل حتى ما يتولد إبراهيم، وطبعا قبل ما يأتي أي مهاجر، بل زي ما شرحت وضع حرف الشين العبري اللي وضحتها لكم على خريطة أورشليم نفسها اللي من رموز اسم ربنا، وجبت لكم الكلام ده تفصيلا. ووضح ربنا ان هم لو ما خافوش ربنا هيكمل في سلسله طردهم. الكلام ده في سفر الخروج 23 يقول: ارسل هيبتي امامك، ازعج جميع الشعوب الذين تاتي عليهم، واعطيك جميع اعدائك مدبرين، ارسل امامك الزنابير فتطرد. مش تقتل، الخطه كانت طرد. حروب العهد القديم قبلها كان في خطه طرد، واللي رفض بعد كل الانذارات دي كلها ضربات وشق بحر وغيره وزنابير وبعدها وحوش البرية وعاند وبدأ يرفع السلاح على شعب إسرائيل بعد كل هذه الانذارات، سمح ربنا لشعب إسرائيل إن هو يحارب. لا أطردهم مرة ثالثة ورابعة وخمسة. الكلام عن طرد وليس الكلام عن سفك دم. من أمامك في سنة واحدة لألا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية، قليلا قليلا أطردهم. العهد القديم كان يتكلم عن الطرد، ليه؟ لأن الأرض مش ملكهم، ده وعد ربنا بيها إبراهيم قبل ما ييجوا يقعدوا فيها، وثانيا أنه أيضا هذه الشعوب جت فعلت خطايا في الأرض دي تنجس أرض ربنا عايزها أرض طاهرة. معايا حتى الآن في هذا الأمر؟ فدايما اللي يكلمكم في حروب العهد القديم يقول لكم إله سفك دم، لا، ربنا قرر يطرد الناس اللي مش من حقها الأرض دي ولا عملت خطية فيها، زي بالظبط حكومة باعت أرض الإنسان، جم ناس حاولوا يستولوا على الأرض بوضع اليد، الحكومة بدأت تنذرهم إنذار في التاني، ابتدت تستخدم شوية من القسوة في الطرد، ابتدت تزود لغة التهديد. طب ابتدوا يرفعوا السلاح على الحكومة وعلى الإنسان اللي هو فعلا مشتري الأرض بالكامل، طب ساعتها الحكومة تعمل إيه؟ تقف مكتوفة اليدين، الضباط بتوعها يتقتل وتفضل ساكتة، تستسلم للناس اللي جايين عصابة تستولي على الأراضي؟ لا، هتبتدي تحاربهم. هل حد يقول على الحكومة دي ظلمة؟
سفاك الدم؟ لا طبعا. واجعل تخومك من بحر صوف الى بحر فلسطين، من البريه، وزي ما قلت لكم بحر صوف اللي هو في شرق سيناء، الى بحر فلسطين من البريه الى النهر، فاني ادفع اليكم سكان الارض فتطردهم من امامك. لا تقطع معهم ومع الهتهم عهدا، لا يسكنوا في ارضك لئلا يجعلوك تخطئ الي، اذ عبدت الهتهم فانه يكون لك فخا. الرب وضح انه من الاول الارض لابراهيم. طب يعمل ايه في الشعوب اللي اغواهم الشيطان المهاجرين ان يجوا يقعدوا في الحته دي؟ ربنا هيبتدي يطردهم عن طريق عده انذارات. اولا بالضربات اللي هيعملها في مصر، ثم بحادثه شق البحر، ثم بعد كده بالطبيعه الارض تلفظهم، الزنابير تطردهم، وحوش البريه تطردهم، يطردهم تدريجيا. طب اللي يعاند في الاخر خالص وهيستمر بعد كل الانذارات دي كلها، شعب اسرائيل يطردهم. طب اللي هيرفع سلاح على شعب اسرائيل ويبتدي يحاول يقتلهم، ساعتها شعب ربنا يسمح لشعب اسرائيل ان هم يقاتلوه. معايا؟ طب دليل ان هي ارض اسمها ارض العبرانيين، وكان هذا معروف قبل نزول شعب اسرائيل لارض مصر في ايام يعقوب ويوسف، كان اسمها ارض العبرانيين. وقلت لكم الكلام ده في سفر التكوين، يوسف في ارض مصر يقول اني سرقت من ارض العبرانيين، والمصريين فاهمين الكلام ده. الخباز والساقي فهموا كلمة لما بيقول لهم أرض العبرانيين يقصد بيها إيه، فهي كان تسمى أرض العبرانيين، ملكهم قبل ما ينزلوا أرض مصر. دليل إن فعلا ده حصلت الإنذارات في يشوع إصحاح 2 بداية من عدد 9، في سفر يشوع لما بيتكلم على قالت للرجلين اللي هو رحاب الزانية، علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا. فعلا ابتدوا يخافوا، ورغم ذلك ما استجابوش لقرار الطرد، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأن قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن، سيحون وعوج الذين حرمتمهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق على الأرض من تحت. عشان كده قالوا ليشوع أن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. طب بس مجموعة منهم رفضوا هم من يخرجوا، رفضوا قرار الإزالة. سفر يشوع 5:1، وعندما سمع جميع الملوك الأموريين الذين في عبر الأردن غربا، وجميع ملوك الكنعانيين الذين في على البحر، أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل. اللي ما خافوش، البعض مشي، البعض ما خافش واستمر، ابتدى ربنا زي ما قلت يطردهم بالزنابير ووحوش الأرض. خروج 23:28، أرسلت أمامك الزنابير وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين، ومرة تانية تطرد. ربنا ما كانش هدفه سفك دم، ربنا كان هدفه طرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. سفر يشوع 24:12، ربنا يقول يشوع أرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من أمامك، لا بسيفك ولا بقوسك. قبل ما يشوع كان أصلا يوصل الأرض، كان معظم الناس كانوا فعلا ربنا طردهم بالفعل. اللي استمر رغم كل الانذارات دي، انذارات من الضربات، معجزات من الطبيعه، من غير، وعانت ربنا عقب. اللي شاف التصرف ده وتاب عن الخطيه، ودي نقطه مهمه لان ربنا كان ساب باب التوبه مفتوح، اللي تاب عن خطاياه زي رحاب واسرتها والقينيين موضوعنا النهارده وشعب جبعون، رغم ان هم ما غيروش جنسيتهم ولا اسمهم، الناس دول حصل لهم ايه؟ تمتعوا بالعشره مع الرب وبقوا في الارض. واتكلمنا على شعب جبعون، بل قعدوا في حاله افضل، بل ربنا هو بنفسه حماهم من الشعوب الاخرى الشريره. اما اللي رفضوا التوبه اتطرد من الارض، اللي رفضوا الطرد والتوبه اتواجه بالطبيعه عشان تطرده، اللي رفض كل ده وعاند وهاجم وبدأ يحارب إسرائيل ويعتدي عليهم، دول اللي حاربوهم شعب إسرائيل، وكان ساعتها في قتل. واضح؟
ده اللي يقوله في تثنية 7:19: التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك والآيات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك، هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف من وجهها. الزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون، باقون والمختفون، مش الكل، الأغلبية ربنا كان طردهم بالفعل. طب اللي فضلوا واختفوا وجهزوا عصابات يهاجموا بها إسرائيل ويقتلوهم، دول ربنا سمح بقتلهم. لا ترهب جهاهم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم مخوف، لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا. واضح؟ الرب وضح أن بعد إنذارات بطرق مختلفة وبعد اكتمال زمن خطيتهم يطردهم بنفسه، بالضربات، بالطبيعة، بكوارث، بالزنابير، بوحوش الأرض. الأغلبية يطردوا، القليلون، وده التعبير اللي استخدمه الكتاب المقدس، النسبة القليلة اللي تفضل وتستمر وتعاند وتبتدي تحارب شعب إسرائيل وتقفله في الطريق وتعايزة تقتله، ربنا يسمح لشعب إسرائيل يقاتلوه. هل ده ينطبق على فكر تاني؟ يعني اللي بيقارنوا ما بين حروب العهد القديم والإسلام، هل ده فعلا مقارنة تصلح؟ هل الإسلام عمل الكلام ده؟ أنظر الأول عن الخطية وطلب التوبة لكن لم يجبرهم على التأسلم أو التهود أو غيره؟ طبعا لا، ما حصلش. الإسلام كان عايز الأرض لله ورسوله وياخد الجزية، وبنات الأصفر عن يدهم صاغرون. فما ينفعش يتقارن لا الإسلام بالعهد القديم. بتعود الملحدين اللي بيقولوا أهو إلهكم القاسي، فين القسوة في هذا الأمر؟ لو أنت كنت صاحب الأرض دي مش كنت هتصوت للحكومة ليل نهار عشان تسترد لك أرضك المنهوبة؟ ولا عندك أنت أملاكك؟ لو الحكومة ما رجعت لكش أرضك هترفع صوتك وتبوق للصبح. لكن ربنا لما كان قاضي عادل وكان هدفه التوبة ورجع الأرض لأصحابها، تقول ربنا قاسي وظالم، ليه الكلب مكيالين؟ أعود مرة تانية للقينيين. القينيين فعلا من الشعوب العشرة اللي كان صادر عليهم أمر بالطرد، ولكن فعلا عاشوا شعب في وسط شعب إسرائيل بعد ذلك ولم يمسهم أحد، وأرضهم كانت في جنوب بيت لحم في هذا المكان، بل سكنوا مع سبط يهوذا نفسه اللي كان فيه الكهنة. طب ربنا ليه ما عاقبهمش؟ يقال عنهم لأنهم صنعوا معروفا لشعب إسرائيل وقت خروجه من أرض مصر، فربنا عفى عنهم. ربنا ما أجبرهمش إن هم يتهودوا، هم بس تابوا عن خطاياهم وتنجيس الأرض وما اعتدوش على شعب إسرائيل، ربنا سابهم في أرضهم رغم أنه هو واحد من 10 شعوب. معايا؟ يقول في سفر صموئيل الأول 15: وقال شاول القينيين: اذهبوا حيدوا، انزلوا من وسط العمالقة لئلا أهلككم معهم، وأنتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني إسرائيل عند صعودهم من مصر، فحاد القيني من وسط عمالقة. واضح؟ ربنا ما بينساش الإحسان وما ينساش إنسان قدم توبة. عشان كده منع شعب إسرائيل من أن يقترب إلى القينيين أو من إهلاك القينيين مع عمالقة. السبب الثاني: حمى موسى لجذور أو لأصول من القينيين، هو قيني، فيثرون كاهن مديان هو قيني، والقينيين اتبعوا إسرائيل وأصبحوا معاهم وبيساعدوهم وكمان بيرشدوهم في البرية. سفر القضاء إصحاح 1:16: وبنو القيني حمى موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوب عراد، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. أيضا كانوا ضد أعداء إسرائيل في زمن القضاء. الكلام ده نلاقيه في قضاء 4:17: أما سيسيرا فهرب على رجليه إلى خيمة يعيل امرأة حابر القيني، لأنه كان صلح بين يابين ملك حصور وبين حابر القيني. فخرجت يعيل، يعني القينيين دول كانوا ناس سلام،
فخرجت ياعيل استقبال سيسيرا وقالت له: مل يا سيدي، مل الهلة إلي لا تخف. فمال إليها إلى خيمة وغطته باللحاف، فقال لها: اسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت وطب اللبن وأسقته ثم غطته، فقال لها: قفي بباب الخيمة ويكون إذ جاء أحد وسألك أهنا رجل أنك تقولين لا. فأخذت ياعيل امرأة حابر اللي هو القيني وتد الخيمة وجعلت المتيدة في يدها وقارت إليه وضربت الوتد في صدغه، فنفز إلى الأرض وهو مثقل في النوم ومتعب فمات. وإذ ببراق يطارد سيسيرا، فخرجت ياعيل لاستقباله وقالت له: تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبه. فجاء إليه وإذ سيسيرا ساقط ميتا والوتد في صدغه. بل واضح أن بعضهم بدأ يحصوا مع سبط يهوذا في شعب إسرائيل. تلاقوا الكلام ده في أخبار الأيام الأول إصحاح 2 عدد 55. عشائر الكتبة سكان يعبيس ترعاتيم وشمعاتيم وسكاتيم، وهو القينيون الخارجون من حمى أبي ركاب، أبي بيت ركاب. ده اللي حصل. إيه القصة بالظبط؟ فعلا شعب من الشعوب اللي خدوا أرض مش أرضهم، جم مهاجرين لأرض ربنا كان وعد فيها بالفعل لإبراهيم، لكن مخالفة لبقية الشعوب الشريرة اللي بتسفك الدم وبتفعل الشرور الكثيرة ذكور بذكور وغيرها زي ما ذكر معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية، الشعب ده كان مسالم، ما اعتداش على شعب إسرائيل، قرر أن يساعد شعب إسرائيل أثناء رحلة خروجه، وكانوا بيساعدوهم في الطريق وهم كانوا حددين، وحمى موسى كان واحد منهم. علشان كده إيه اللي حصل؟ عاشوا مع شعب إسرائيل في سلام، وربنا ما عاقبهمش بل حماهم بشعب إسرائيل. فإلهنا مش إله إجبار، ولا إله لازم يملك أرض، ولا عنصري لشعب إسرائيل، ولا بتاع سفك دم ولا قسوة على الأطلاق. على العكس، القنيين مثال واضح جدا إن إلهنا عايز التوبة، وإله عادل ورحيم، عادل ضد الظالم لأجل رحمة للمظلوم. طيب إيه نهاية القنيين دول؟ اتدمروا في أيام بابل، وتنبأ عليهم بلعان ابن بعور ان هم هيعيشوا بسلام ويحافظ عليهم شعب اسرائيل لغايه ما يرجعوا يخطئوا مره اخرى ويعاقبوا في زمن بابل. يقول سفر العدد صحاح 24 عدد 21: ثم راى القيني اللي هو بلعام فنطق بمثل وقال: ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخره، لكن يكون قايين للدمار حتى متى يستاثرك اشور. آسف، مش بابل، أخطأت، أشور، سامحونا على الخطأ ده. ثم نطق بمثل وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك. يعني القنيين استمروا في سلام لأنهم سالموا شعب إسرائيل لغاية أشور، عشان كده حتى قال آه من يعيش حتى يفعل ذلك، إن المعنى بعد زمن طويل. هم كانوا يفضلوا في الغالب حياة البداوة، محدش أجبرهم لا إن هم يتهودوا ولا إن هم يأخذوا الحياة اليهودية ولا غيرها. منهم ركابيون اللي أصروا إن هم يسكنوا في الخيم بس حتى في آخر عصر الملكية، زي ما نلاقي في أرمية 35 ويمدحهم أرمية، محتفظين بوصية أبوهم. فالأمر ده واضح لينا إن الرب ما بيحكمش على الشعوب بالعقاب بدون هدف، ولا هو عنصري ولا سافك دماء ولا غيره. ربنا عادل جدا ويكافئ بعدل، والمحسن يكافئ ويحسن إليه، بل يحميه زيادة ويرد عليه أضعاف إحسانه. أما الخاطئ القاتل اللي بيفعل شرور يعاقب ربنا، وبخاصة بعد إنذارات، لو لم تبش واستكمل زمان توبته ولم يتوب يعاقب ربنا. اللي بيحاول يكون عثرة للآخرين، عثرة لبقية الشعوب، ويحاول يسقط الآخرين في نفس الخطية ويقتل أولاده. ربنا الشعوب اللي جت تستولي على الأرض بعد ما وعد بيها إبراهيم، اللي خرج بعد الإنذار فاز بحياته، اللي رفض الخروج بعد إنذار أولاني بضربات مصر ربنا جعل الطبيعة تلفظه، وأيضا بدأ يطرده بالزنابير وبوحوش الأرض. اللي خرج واضطرد من الأرض ما حصلوش حاجة، اللي استمر وعاش وبدأ يحارب شعب إسرائيل ويعتدي عليهم ربنا عاقبهم كما يستحقوا. أما اللي في نفس الوقت اللي قرر أنه يسالم شعب إسرائيل ويتوب ويكون فعلا تصرفاته كويسة وأحسنوا في تصرفاتهم زي القنيين ومدينة جبعون وأسرة رحاب وغيرهم،
ربنا قبل توبتهم وسابهم يعيشوا في الأرض، ولم يجبرهم أن يتهودوا، ولم يعاقبهم، بل كفأهم وحماهم زيادة وقواهم. ده المثل واضح جدا في أمر مهم، إن ربنا ليس إله يحب الحرب وسفك الدماء، لكنه عادل يجازي بعدل، زي أي حكومة حاليا، عادلا بل أفضل من أي حكومة حاليا، يجازب كل واحد حسب أعماله. اللي يتوب يسامحه ويكافئه، أما اللي يزداد في شره يعاقبه بمنتهى العدل، لأن هذا لازم يكون عشان يكون رحمة للي بيتظلموا منهم. أتمنى أكون وضحت. ربنا يبارك حضراتكم وأكمل.